السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تابعون من خلالها العديد من الفقرات والتقارير المنوعة اللي تهتم بالرياضة بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومجالاتها سواء داخل البحرين وأيضا من جميع أنحاء العالم. قبل أن نبتدي في مواضيع حلقتنا اليوم نذكركم بأن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي الظاهر حاليا على الشاشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام يوتيوب تويتر لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. أما الحين خلونا نروح معاكم في جولة بين ملاعبنا وآخر الأخبار المحلية. بطلين حققا بطولة تايلاند للمواي تاي وظفرا بها بقوة إرادتهما وحرصهما على رفع اسم مملكة البحرين في هذه اللعبة القتالية. للمزيد عنهما مع تقرير الزميل خالد عبد الغفار. بطلان رفعا اسم المملكة في المحافل الرياضية وآخرها بطولة الموي تاي التي أقيمت في تايلاند. حمد السليم وأحمد الكعبي وصلا لمرحلة الاحترافية في لعبة الموي تاي القتالية بمجهود سنوات طويلة ودعم بعضهم البعض خلال فترة البطولة، وبها ظفرا بالمركز الأول كل في فئته بعد فوز حمد في نزالين متتاليين وفوز أحمد في نزال استثنائي. كنا ندرب حمد آخر 3 أو 4 شهور، ولقد علمنا ببطولة تايلاند قبلها ب3 أسابيع. لقد أخبرته هل تريد أن تقاتل من أجل نفسك وبلادك؟ فوافق على العرض، فعملنا على خطة تدريبية خلال الأسابيع التي سبقت البطولة، ركزنا فيها على قوة اللكمات وضربات المرفق التي تساعده على إنهاء النزال بسرعة. حمد كان يتدرب في النادي آخر 3 أو 4 شهور لخوض النزال الذي كان قبل شهر في تايلاند. كان لديه وقت قصير لإعداد نفسه لهذه المنافسة، ولكنه أدى فيها بشكل ممتاز، وذلك بسبب تدربه الجيد للبطولة. عمل سنوات واجتهاد متواصل في التدريب جاء بالنتيجة، وهو رفع علم مملكة البحرين خفاقا في المسابقات والمحافل الرياضية الدولية، وبها نقش اسميهما أبطالا للبحرين على خارطة لعبة الموي تاي العالمية. ولمعرفة أسرار فوزهم بهذه البطولة والتعرف أكثر على أبطالنا، يسعدنا نرحب في الاستديو بالكابتن أحمد الكعبي. حياك الله معنا. الله يحييك. الله يسلمك. كابتن حمد السليم حياك الله معنا. يا مرحبا فيك يا أحمد. طبعا أنا ببدأ أول شيء بسؤال واحد، إيش معنى الموي تاي؟ سؤال لكم اثنينكم، إيش معنى الموي تاي وليش خليت توجهت لهذه اللعبة؟ والله أبد، يعني هاي كان سؤال كل من يسألني. يعني كنت أول شيء يعني ما أدري إنه كان في لعبة قتالية في البحرين. كلمني شخص قال لي ليش ما تجرب الموي تاي؟ قلت في لعبة قتالية في البحرين اسمها موي تاي. قال نعم، بس كنت ما اجهلها اللعبة يعني. صحيح. هاي طبعا في 2009 2010 كذي. ففعلا رحت مركز الدوي، شفت لقيت واحد تايلندي اللي هو اسمه مدرب جاكي. وكان يرويني حركات الموي تاي، قال الموي تاي، يرويني القواعد شوي بسيطة يعني. فبس قمت ابحث في اليوتيوب، تعمقت، شفت روحي اميل حق المجال دي. وبس وتمت اتعسكر وتعرفت على حمد. وبس تمت يا حمد تدرب مع عسكرات خارجيه. حلو. لا ما وصلنا في الدرب يعني. بديت في هذا الدرب. نعم. حمد شلون كانت بدايتك في هذه اللعبه؟ طبعا اول شيء اشكر لكم الاستضافه الطيبه ويشرفني التواجد معكم. شرف لنا. طبعا يا اخوي رياضه الموي تاي هو اول شيء جذبني فيه هو واقعيه هذه الرياضه، وان هي تعتمد على خلينا نقول يعني كل اطراف الجسم، لذلك هي ملقبه طبعا برياضه، بالمناسبه هي ملقبه برياضه فن الاطراف الثمانيه، والمقصود بها القبضتين والمرفقين والركبتين والركلتين، بالإضافة إلى أو القدمين، بالإضافة إلى سلاح تاسع يسمى بالكلينش، وهي تقنية الصرع أو الطرح في الأرض. كل هذه الأمور طبعاً جذبتني لهذه الرياضة وشدتني لها والحمد لله يعني.
وصلنا يعني فيه. جميل. طبعا يمكن احمد خصوصا ان كنت من اوائل اللي بدوا هاي اللعبه يمكن في البحرين. حمد قبلك ما شاء الله. بس عموما بما انتم الاثنين من الاوائل اللي لعبوا هذه اللعبه في البحرين يعني كان في صعوبات قبل 10 سنوات انه ما كان في مدربين وايد، ما كان في ناس يعرفون اللعبه، يعني مجذوب بالمدرب اللي عرفته. نعم. ما كان في خيارات ثانيه انك تدرب معهم. فمثل ما تفضلت بالضبط، يعني ما كان في مدربين وايد او ناس وايد يلعبون هاللعبه على مستوى احترافي او مستوى ان يضربون اكواع او التحام، فكان تركيز اكثر شيء كله مع حمد. الفاتحه اللي حصلها نسافر نتعسكر بعض معسكرات خارجيه صحيح. عشان نستفيد. بس كان حاليا في البحرين يكون تدريبي مع حمد، لان يعني بحكم انه هو الم فيني باللعبه واقدم مني وافهم مني. صحيح. حمد انا سمعت ان انت كنت مدرب نفسك حق البطوله، صدق شلون كانت هذه النقطه؟ هو الله يسلمك، طبعا في البدايه نفس ما تفضلت يعني نعاني من نقص المدربين. طبعا انت تتلمذت على يد تايلانديين وهم اصل اللعبه واهل هذه الرياضه. بعد ذلك طبعا المدرب التايلندي او الاجنبي بشكل عام ما راح يظل في الديره، صحيح. راح يك فتره معينه وراح يمشي. فالله الحمد يعني خذت خلنا نقول في ذاك الوقت العلم الاساسي كبدايه، وصلت اني ادرب نفسي طبعا، ولكن المعسكرات كانت مستمره دائما يعني بشكل لا اخفي عليك مرتين او الى ثلاث مرات في السنه يعني. صحيح. كمعسكرات قبل لا ابتدي مشوار النزالات. حلو حلو. طبعا يمكن نعم. البطوله الاخيره اللي شاركتوا فيها يمكن نعم. ياكم خبرها قبل ثلاث اسابيع، فهل كانت هذه المده يعني كافيه انك تعد انك تشارك في بطوله كبيره بحجم بطولات تايلاند؟ اي نعم، لان الرياضي احنا ما نوقف تمرين يعني. صح. يعني جاهز. انا ستاندر مالي مثلا كل يوم قوصه الفجر لازم بتمرن، عندي اجهزتي في البيت والبادن باتشن باجز عندي يعني. فيوم طرشون الايميلات لي وحق حمل ان على قوة المنظمه ان فيها شروط اساس انه يختارون اللاعبين اللي بيلعبونها يعني. فتم تكثيف التمارين، يصير مرتين في اليوم لثلاث مرات في اليوم. جميل. طبعا حمد يمكن بالنسبه للاعداد كذلك ايضا اكيد تحطون عينكم على المشاركين في البطوله، لان في مدارس كثيره تشارك في البطوله او صدق. لاعبين من دول كثيره مثل ما نشاهد عموما في بطولات المواي تاي. فقبل لا تشاركون في اي بطوله تشوفون مستوى المنافسه فيها، تدرسون المنافسين اللي راح تلعبون معاهم؟ صحيح. الله يسلمك، هو اول شيء ان البطوله طبعا هي اسمها منظمه سينا كومبات للقتال، وتخضع للاتحاد العالمي للملاكمه فئه المواي تاي، لان اللي هو دبليو بي سي، في دبليو بي سي ملاكمه للبوكسينج، دبليو بي سي مواي تاي. فشيء طبيعي منظمه تبع الدبليو بي سي راح تكون يعني المشاركه فيها جدا قويه ونسبه المنافسه عاليه فيها. طبعا انا تلقيت دعوه المشاركه، وكان في الدعوه ان هي طبعا البطوله عباره عن فور مان تورنمنت بالاضافه الى نزالات على القاب. جميل. انا الفئه اللي راح اشارك فيها هي الفور مان تورنمنت، يعني اخراج بنظام اخراج المغلوب، اربع رجال بنظام اخراج المغلوب، المجموعه الف تقابل يتلاقون فيها المقاتلين ويا المجموعه باء، الفايز من الف راح يلاقي الفايز من مجموعه باء، يلعبون على الفاينل. طبعا في الدعوه كان موجود ان بنخلي اثنين اجانب، انا وواحد ايطالي، وضد اثنين تايلانديين، راح تكون بينهم طبعا المنافسه على الكاس. لله الحمد يعني فضل توفيق الله طبعا وجهود الاخوان ارتفع على مملكه البحرين في المركز الاول. الحمد لله طبعا تستاهلها. طبعا لما تلعب ضد المنافسين التايلنديين في هذه البطوله عندهم عامل الارض والجمهور، نعرف ان التايلنديين عندهم شغف بهذه اللعبه يعني يحبون هذه اللعبه بشكل كبير. نعم. هذا شيء شكل ضغط عليكم في بطولات المواي تاي؟ تعودنا والله تعودنا. بس في البدايه شلون كان تعاملكم مع هذا الموضوع؟ هو اول بطولات كاول بطوله يعني كنت ما تدري شو السالفه، الدش ولوي هاللون، والحمد لله خلصنا الفايت وقت بسيط يعني. الفايت الثاني هني بتعرف انه في امور لا تختلف يعني. صحيح. جمهور ضاق، بس كانت انا حتى لو كان ضاق كان اذني بس كله مع حمد، انه هو اللي يوجهني. صحيح. يعني هو يشوف اللي انا ما اشوفه يعني. كان نزال الثاني كان خمس جولات، ضاق جمهور وعامل نفسي، وكنت يومها مسخن وحمد يرشدني يعني. كان تعرف ظروف كلها ضدك، ظروف كلش كان ضدي يعني بس كان اللي المشيني داخل اللي هو حمد هو اللي كان يشوف يعني، اللي قال كان يقول مثلا لين باك لو دش له بوكسينج او ارجع الخلف التحم معاه، وهذا شوي يعني اللي كان يمشي الامور يعني. بس لو هو ضاغط يعني جمهور بالالاف صحيح ومكانهم
لازم باتم يعني حسوب حتى مو بكبرياء انا ما نبي تطلع البطوله بلا شك بلا شك يعني صحيح. بلا شك صحيح يمكن حمد او احمد هذه النقطه اللي قلتها ان تعودنا يعني هذه يمكن نقدر نقول عنها الخبره اللي اكتسبتوها عبر السنين اللي كنتوا تلعبون فيها صحيح. شنو دور الخبره الحين في البطولات اللي تشاركون فيها يعني تحس ان امور كثيره تغيرت عن البطولات اللي قبل كنتوا تشاركون اكيد يا اخوي دور الخبره يعني خلينا نقول تترجمت في البطوله الحاليه هذه انا لعبت الله يسلمك في هذه البطوله نزالين في ليله واحده وهذه طبعا توفيق الله والاعداد اللي كان صدق في فتره بسيطه اللي هي 3 أسابيع ولكن كان مكثف وخلنا نقول يعني الله الحمد كان بطريقه ذكيه من المدربين الموجودين في النادي قدرنا ان نرفع اللياقه باكبر قدر ممكن في هذه الفتره الوجيزه بالاضافه الى عامل خبره هو اللي طبعا لعب دوره الله الحمد طبعا الخبره من ناحيه الذهنيه من ناحيه النفسيه من ناحيه طبعا معرفه التعامل مع كل جوله وكذا ولكن في النهايه طبعا هاي توفيق الله سبحانه وتعالى والله الحمد يعني اكيد طبعا احمد يمكن لو نقول عن اللاعبين الاجانب اللي يشاركون في البطولات خصوصا من اوروبا ومن امريكا الجنوبيه تختلف طريقه لعبهم عن طريقه المواي تاي الاصلي مثل ما قلت يبتكرون فيها زياده هذا شيء يخلي صعوبه عليكم كلاعبين لا بالعكس انه هو ما يكون يمارس المواي تاي الا شيء بسيط في بلده مثلا صحيح وتحصل المسافه اللي يقطعها مثلا من امريكا لتايلاند على اساس انه مثلا لو تدرب حق الفايت او حق البطوله بيلعبها مثلا مثل بلده يكون مثلا تدريب مثلا يكون ماكسيموم شهر شهر ونص ما راح ياخذ العلم اللي ياخذه من سنوات اكيد في تايلاند هنا هذا الفرق فيكون عندنا هنا سهل يعني تقول يعني اسهل من التايلنديين بوايد يعني اذا عارف ان خصمي اجنبي اكون مرتاح صحيح ما بقعد احاطي نفسي اللي يقول مثلا اكون تايلندي تايلندي نعم واسال حمد حمد يقول لي مثلا رصيدي مثلا 100 فايت مثلا ترى هو مثلا ستايله هالنوع فمره بدل ستايله يعني تقدر يعني تفكر على طريقه حتى تمرينك شلون يكون صحيح يعني مثلا يقول لك حمد ترى ستايله هالنوع اذا تبدل ستايلك انه عارف يكون ستايلك بيكون سهل عليه هو ما بتقدر تغلبه كذي يعني اما الاجانب يكون ايزي يعني بيكون على تمرينهم العادي طريقتهم يكون نعم. وضعهم وايد سهل يعني نعم حلو طبعا حمد انت بما انك المدرب فشلون تخلي التكتيك حق كل نزال طريقه اللعب طريقه مثل ما نقول مواجهه الخصم وطريقه انك توفر مجهودك لاخر لحظه في البطوله صحيح طبعا الله يسلمك يفرق اذا مع احمد او معي انا شخصيا خلينا نبتدي باحمد احمد الله يسلمك يعني هو يعتبر المتوسط الثقيل حاليا قبل كان يلعب في الهيفي ويت الوزن الثقيل بس اخر بطوله نقدر نقول المتوسط الثقيل احمد الله يسلمك يمتاز بالقوه البدنيه وخصوصا في يد اليمين ما شاء الله يعني عنده البوكسينج جدا قوي والركبه يمكن اكثر يعني المتابعين يجهلون ذي الشيء يعني صحيح. احمد يمتاز ايضا غير عن اليد الركبه فاركز على نواحي القوه اللي عنده اللي هي اللكم خصوصاً يد اليمين والركبة والله الحمد يعني أدت نتائجها في النزال الأخير أما بالنسبة لي أنا شخصياً الله يسلمك فأنا وزني أقل من أحمد طبعاً ما راح أقول لك إن راح أعتمد على ضربات معينة أو خطة معينة أنا أسلوبي طبعاً راح يكون شامل في المواي تاي المواي تاي هي مثل ما أسلفنا فن الأطراف الثمانية فيتبدل الأسلوب والخطة بناء على قبل النزال إذا كان المدرب قال لي إن ترى هذا أسلوبه كذا وكذا أو أثناء النزال إذا طبعاً ما عندي فكرة عن الخصم أو تم تغيير الخصم بشكل مفاجئ قبل البطولة فترة وجيزة فهني يعني نتعامل معه حسب هو ستايله في أول جولة حلو جميل طبعاً أحمد خلت تكلم الحين عن مشوارك المقبل في هذه اللعبة شنو خططك المستقبلية في لعبات المواي تاي خطط أسوي اتحاد يكون في اتحاد ما شاء الله يعني. حلو طموح كبير يسوي اتحاد في البحرين يعني أساس إن نخلي الجيل الأجيال اللي جاية تكمل مشوار يعني لمتى أحمد وحمد بيلعبون إحنا عندنا ما شاء الله نزالات طريق وايد ما راح توقف الإنجازات شر راح نجيب يعني إحنا مستمرين في هذا الشيء ونحب بلدنا يعني لكن الجيل اللي بعدنا يعني لو كان في اتحاد بحريني للمحترفين أو للمواي تاي أساساً صحيح إيه نقدر نبدع ونعطي 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 بس أعتقد في اتجاه من الشباب إنه يلعبون المواي تاي إيه مش بلا شك نعم يعني راغبين في اللعبه وقاعدين مثل ما نقول يستمتعون فيها كثره صح حمد طموحك نفس الشيء في هذه اللعبه مستقبلا نعم الله يسلمك طبعا هو امري الامر الاول واللي تفضل فيه اخوي احمد هو تاسيس اتحاد بحريني وليس لجنه تبع اتحاد او لا تاسيس اتحاد مستقل معني بالمواي تاي لانشاء جيل من الشباب قارع على المنافسه دوليا ان شاء الله وقعدنا طبعا مع المسؤولين في اللجنه الاولمبيه بالمناسبه وطبعا احب اوجه شكر في هذه المناسبه الى طبعا
الدكتور عبد الرحمن عسكر اللي هو الأمين العام للجنة الأولمبية. طبعا هذا الرجل احتضننا في الفترة الأخيرة هذه، احنا طبعا كمحترفين ما لنا تنظيم في البحرين. طبعا في اتحاد معني بالفنون القتالية يرعى امور الهواء، ولكن كمحترفين الى حد الان زي ما تقول ضايعين. صحيح. لكن يعني الرجل ما قصر، بيض الله وجهه. طبعا خلالنا مثل ما تقول كان هو حلقة الوصل بيننا احنا كمحترفين تبع اتحادنا، اتحاد دفاع النفس. والان وهذه فايتنا الاخيره كان، او البطوله الاخيره اللي شاركنا فيها، هي طبعا تحت مظله اللجنه الاولمبيه والاتحاد المعني بذلك. وطبعا احنا طول عمرنا نمثل مملكه البحرين، والله الحمد نرفع علم مملكه البحرين، ولكن هذه المره تتميز انها تحت مظله اللجنه الاولمبيه. وهذا الشيء اللي طبعا اثلج صدورنا ان رسميا يعني نطلع عن طريق اللجنه الاولمبيه. وطبعا احنا في بلد ديمقراطي، والانتقاد او حريه التعبير عن الراي يعني مكفوله من الدستور وجلاله الملك طول الله في عمره. اللهم امين. ولكن يا اخوي انا اشوف انه يجب علينا اذا في احسان او في خلينا نقول يعني احترافيه في العمل يتوجب علينا ذكرها. وانا بصراحه لمست الاحترافيه في العمل، انا ما سمعت، انا شفت بعيني. صحيح. واخوي احمد نفس الشيء، احترافيه في العمل متمثله في اللجنه الاولمبيه، وتحديدا اخص بالذكر الدكتور عبد الرحمن عسكر ما قصر. طبعا استقبلنا من اول يوم رحنا في اللجنه الاولمبيه، وكان اتذكر يعني عقب الدوام الرسمي. وطبعا الرجل مثل ما تعرف ما قصر يعني براشد مجال الرياضي، براشد الله يسلمك، يعني اجتماعاته ما تخلص، لكن رغم ذلك حدد لنا مساحه من الوقت، اعطانا مساحه وسمع كلامنا وهمومنا وطموحاتنا والى اخره، واصدر الحل في نفس اليوم. ما اعطاك مجرد وعود، لا، اعطاك افعال وحل. فلذلك انا ارى يعني ان من هذا المنبر ان لازم نذكر ونذكر يعني اي اداري يعني محترف وعنده مهنيه وعنده يعني روح وطنيه في عمله. يستاهل براشد، وانتم طبعا تستاهلون كل خير بما انكم شرفتوا البحرين في كل مره تشاركون فيها هذه البطولات. اتمنى لكم كل التوفيق. حمد السليم، شكرا لك على تواجدك معنا. انا شاكر لك يا اخوي الاستضافه الطيبه، وان شاء الله يعني لنا لقاءات اكثر باذن الله في مشاكل اكبر. ان شاء الله احمد الكعبي، شكرا لك على تواجدك معنا. يعطيك الصحه والعافيه، ما قصرت. ومد ما ثاني اقول لكم نهدي الانجاز حق جات الملك. نعم. لأنه صادف ذي اليوم يوم ميلاده. نعم. يوم ميلاده، يوم جلوسه، يوم جلوس جلاله كان 17 ديسمبر. كان 17 نعم. ديسمبر. نعم. وكان صادف قبلها العيد الوطني حق مملكة البحرين. فنهدي الإنجاز كله حق الملك وحق سمو الشيخ ناصر، نقول جزاكم الله خير ما قصرته، وأنتم تستاهلون الإنجاز، وإن شاء الله الإنجازات جاية إن شاء الله. موفقين إن شاء الله، ننتظر منكم المزيد من الإنجازات. عطنا العادة في تايلاند نشوف السيارة اللي طوف تومورو نايت. صحيح. إن شاء الله نحضر لكم هالمرة إنجازات. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. شكرا. ما قصرت. الآن ننتقل إلى إمرأة.